أنه هذا ما فعلناه في الفترة الماضية حققناه بفضل علاقاتنا الجيدة. أطلقنا عليه اسم خطة ماتي لأفريقيا لأن أعتقد أنه يشرح عما نتحدث. نحن صباح اليوم زرنا الحديقة التي تحمل اسم هذا المواطن الإيطالي الهام إنريكو ماتي، الذي مما لا شك فيه لعب دورا هاما ليس فقط في تنمية هذه الأمة بل أيضا في استقلالها وتحريرها وحريتها. إنه نموذج للتعاون الذي نحن نريده، نموذج لهذا التعاون الذي يسمح للطرفين والشريكين بتحقيق التعاون بشكل يرضي الجانبين ويسمح بالنمو وتحسين تحسينهما. اليوم تعلمون أن الجزائر هو المزود الأساسي للغاز بالنسبة إلينا. تعاوننا الطاقوي يشمل أيضا عملية الانتقال الطاقوي والطاقات الجديدة المتجددة. صباح اليوم تم التوقيع على اتفاقين بين إيني الحاضرة بسيد ديسكالسي الرئيس التنفيذي وشركة نظيرتها الجزائرية. هذا الاتفاق يرمي إلى تسليط الضوء على الخطوات الواجب اتخاذها من أجل الحد من انبعاث الغازات الدفيئة. هذا يعني من أجل العمل على النمو، وهذا النمو ينبغي أن يكون مستداما كي نسير في الاتجاه، خصوصا على الصعيد الأوروبي الذي نريده. وبالطبع هناك هدف زيادة الصادرات الطاقوية من الجزائر إلى إيطاليا وبالتالي من الجزائر إلى أوروبا من خلال دراسة إمكانيات نقل الغاز الموجود وتحقيق أنبوب غاز جديد يسمح أيضا بنقل الهيدروجين ونقل خط الكهرباء تحت سطح البحر وأيضا الغاز المسال.